تحية طيبة لكل مشاهدينا الكرام داخل أرض الوطن وخارجه. في هذا اللقاء المباشر يعني مع المشاهدين الكرام سنتكلم بالمناسبة عن الدخول المدرسي وعن تغذية هذا الأطفال في المدرسة الابتدائية والإعدادية طبعا، وهذا يعني هذه الأعمار من الصغار. لا نتكلم عن الروض لأن لا نريد أن يأكل الأطفال في الروض، من الأحسن هذا الأطفال يعني ما دون سن الخامسة من الأحسن يعني أن يكون الاعتناء بهم يعني بطريقة معقولة وبطريقة يعني مسؤولة. هذا الأطفال يجب أن لا يتركوا وقت طويل يعني في الروض، ويجب أن يرجعوا إلى المنازل، ويعني أن يكون أكلهم يعني منظم وأكل جيد، لأن هذا هي هذه الأعمار التي يصاب فيها الأطفال ببعض الأمراض مثل السكري ومثل أشياء يعني خطيرة. أما بالنسبة للمدرسة الابتدائية والمدرسة كذلك الإعدادي، الإعداد الثانوية الإعدادية والثانوية هناك يعني اللي كيبقى خصوصا مدارس حرة، كاين الناس اللي كاين كثير من التلاميذ الذين يأكلون في المطاعم المدرسية حتى البكالوريا، ثم ينتقلون الى الاحياء الجامعيه. طبعا هناك يعني طلبه يكون عندهم اعمار جيده ربما يعني لا يشتبه عليه الامر، لكن نتكلم عن هاد الاطفال الذين لا يطبخون ولا يهيئون اي شيء، بل اما الامهات اما هذه المطاعم. ومع الاسف الشديد فهناك نفرق بين المدارس الحره والاعداديه الحره. علي المدارس هي هناك مدارس فيها يعني الثانوي، فيها الاعدادي والثانوي والابتدائي، ثم بين طبعا التعليم الحكومي. اغلب التعليم الحكومي يعني الاطفال كلهم يتغذون في منازلهم، ونبدا بهم رقم واحد يعني هذا التلاميذ الذين يرجعون مع الثانية عشرة الى المنازل، يعودون الى المنازل لكي ياخذوا من وجبة الغذاء. وهذه الوجبة يجب ان لا تكون ثقيلة وسمينة، ويجب ان لا يكون فيها لحوم، وان لا يكون فيها قطاني، وان لا يكون فيها اجبان. والامهات يجب ان يستمعن لهذه الاشياء هذه. لماذا؟ لان هذا الاطفال وما يكون لحمة في طعام الغذاء، ثم في المساء ينام، في الحصة المسائية ينام ولا يحصل شيء ولا يكتب ولا يسمع. لماذا؟ لأن هضم هذه المواد الغذائية، هضم اللحوم، هو يستغرق وقت طويل يعني من 3 إلى 5 ساعات. وأثناء هذا الوقت يعني يكون وقت الدراسة قد وصل، ثم يكون الهضم لا زال يعني هذا هو. الطفل يحس بارتخاء لأن طاقة الهضم اللحوم هي طاقة كبيرة، اللحوم يعني تستوجب طاقة الهضم قوية، ولذلك يحس بالارتخاء يعني وبالكسل وبالنوم يعني في الحصة المسائية. من الأحسن أن تكون أشياء حية، أن يكون فواكه طرية، حتى فواكه جافة مش مشكلة، يعني فواكه طرية، سلطات فواكه أو سلطات خضر، أو يكون حتى طبيخ خضر بدون لحم، أو يكون يعني النساء الآن يجتهدن في هذه الأشياء التي ممكن أن يعطيها الأطفال، ألا تكون سكريات بكثرة، حلويات يعني فيها سكر بكثرة، وألا يكون لحوم. من الأحسن ألا تكون لحوم، وكذلك بقوليات أو قطاني، يعني الإخوان في الدول الشرقية يتكلمون عن البقوليات، نحن نقول قطاني في المغرب. ألا يكون هذه الأشياء لأنها ثقيلة في الهضم. الطفل ممكن أن يكتفي بأشياء بسيطة مثل الفواكه، ثم يشرب ماء ويستريح ويعود للدراسة. في المساء يعني لما يعود من المدرسة يستريح ساعة يلعب أو شيء هكذا، ثم يتناول وجبة المساء في وقت مبكر، ليست في الليل، وقت مبكر يعني قبل غروب الشمس إن شاء الله يكون خير. فيعني هاد الأطفال، كاين بعض الأمهات الآن يعني اشتكينا من عدم الشهية عند الطفل، وأنه لا يحب الأكل. طبعا لا يحب الأكل لأنه يكثر من الحلويات ولأنه يأكل بالليل. إذا كان يكثر من السكريات ثم يأكل في الليل، هذا الطفل ليس له حتى يعني الرغبة في الأكل. فيجب أن يجوع الطفل كي يأكل، ثم يجب أن لا تخاف من الناس خايفين على الأطفال، يعني لا تخافوا على هذا الطفل، لن يموت من الجوع يعني إن شاء الله يكون هني. ثم أنه يجب أن يأكل بروتينات وتواني وعنده كالسيوم وأن عنده النمو، وأن هذا إكثار الفلسفة في التغذية وإكثار هذه الخزعبلات هي التي أفسدت على الناس حياتها. لما كان الأطفال يأخذون قطعة من الخبز ويذهبون إلى المدرسة الابتدائية كانوا يحصلون أحسن من الآن، أن الطفل الآن يأكل يعني 5 وجبات و6 وجبات ولا أكل فيه ولا يستفيد من هذه الأشياء، هي كلها بسكويتات وشوكولاتات ويعني الآيس كريم ومشروبات غازية، أشياء هذه يعني لا يستفيد منها الطفل ولا تعطيه أي شيء، لا طاقة ولا نمو ولا أملاح معدنية ولا فيتامينات ولا أي شيء. فيجب أن يفهم الناس تغذية الطفل، لأن الطفل هو معقد في التغذية مع النمو مع الأشياء، وأن يعني هذا حساب الكالوريات هو الذي أفسد علينا يعني دنيانا. حساب الكالوريات هو أكبر كارثة الآن التي أفسدت على الناس معيشتهم. ثم المدارس يعني الأطفال الذين يتناولون وجبة الغذاء في المطعم المدرسي، أو يعني
اللي كنقولوا يعني فاعل المكان. فهذا يجب أن يكون هناك أولا نظام لهذه الوجبات، ألا يأكل مباشرة بعد الخروج من الدراسة، يأخذ 30 دقيقة على الأقل يستريح ويلعب شيئا ما أو هكذا، ثم يدخل المطعم ليأخذ وجبات خفيفة، ولا يوجد وجبات فيها لحم كما تكلمنا إلى آخره. هذه المدارس يجب أن توفر نقودها وألا يعني تعطي الأطفال اللحوم، لأن لماذا؟ لأن هذا الأطفال إذا أكلوا لحوم في هذه الوجبة ودسم فسينامون في الحصة المسائية، ولن يكون هناك تحصيل. أن يكون أشياء يعني هذه المطاعم يجب أن تنظم، أن يجب أن تعيد تنظيمها، وهو أمر سهل، ربما إن شاء الله ستوفر نقود. يعني ألا يكون هذه الأشياء هذه ربما مرة في الأسبوع ولا مرتين، شيء قليل من السمك للأطفال ممكن، ولكن فواكه خضر مش مسلوقة، ليست مسلوقة، خضر مطهية بزيت الزيتون بدون لحم، أو سلطات، أو يعني سلطات فواكه وعصائر كذلك، أو فواكه هكذا يأكلونها، برتقال، تفاح، تمر، هذه كلها أشياء جيدة للأطفال. يعني بعض المدارس، يعني أظن أن بعض المدارس في مدينة الدار البيضاء بدأوا يعني هذا النظام، يعني وجزاهم الله خيرا، يعني بدأوا هذا النظام، بدأوا يعطوا للأطفال أشياء طبيعية وفواكه عوض هذه البسكويتات وهذه الأشياء اللي يدخلونها، هي هذه تفسد مذاق عند الطفل، وهي التي يعني تشبع الجسم بدون أن يشبع. فمن الأحسن أن يكون هناك تنظيم، لأن بعض المدارس ما شاء الله هي مدارس نظيفة وجيدة ويعني خاضعة للقياسات الدولية فيما يخص الإنارة والصباغة والقسم وعدد الطاولات والصبورة والمسائل، لأن هناك قانون الآن ينظم هذه الأشياء وليست هكذا عشوائية. فالحمد لله أن حالة المدارس يعني الجمالية جيدة، وهذا ما نحن نستحق، هذا ما نريده في بلادنا إن شاء الله، لما لا؟ يعني هذا الأطفال على الأقل يعيشوا في جو يعني نظيف جيد ويعني جميل. إحنا حتى نوع الصباغة الآن داخلية للأقسام، هذا الشيء يجب أن يكون هذا النوع ملائم للألوان التي تجذب، الألوان التي لا تجمئز من النفس. في نفس الوقت هذه المدرسة، لا، هذه المدارس كلها تجتهد في المطعم. المطعم هو المهم، القسم، المعلمين والطاقم التدريس مهم طبعا، هو يعني النواة القوية في المدرسة، ولكن المطعم مهم جدا. لماذا؟ لأن سيساعد حتى طاقم التدريس على التدريس، لأن إذا كان الطفل ينام في القسم فماذا يفعل المدرس؟ لا شيء، أو المدرسة لا شيء، لا يقدر على شيء إذا كان الطفل ينام، وسيكون هناك مشاكل، لأن أطفال ينامون. أنا وصلتني رسائل يعني خطيرة جدا عن هذه الأشياء، يعني في المدارس أن أطفال ينامون تماما، ينامون، أو أطفال يكونوا ضجيرين ويكونوا قلقين وعنيفين، أن أطفال يكونوا عنيفين. لماذا؟ لأن هذا النظام الغذائي طبعا أثناء الهضم هذا الطفل يحس بأعراض، يعني هذا فيجب أن تنظم هذه المطاعم. نحن لا نلزم يعني المدارس بأن يأتون بمنتوجات غالية ولا توجد في المغرب أبدا، بل هذه المنتوجات التي يقتنونها، خضر، فواكه، زيت الزيتون، أشياء هكذا، يعني يكون أحسن طبخ، يكون بزيت الزيتون عوض الزيوت الصناعية لهذا الأطفال. هذا يكون نظام يعني مغاربي، يكون نظام مغاربي قوي كما كان الناس يأكلون من قبل. هذا فليست الضرورة أن يكون هناك تنويع يعني في الأطباق، الطفل لا يريد تنويع، يعني طبق جيد أحسن من خمسة الأطباق ليس فيهم شيء. ممكن الاجتهادات يكونوا عاليين، هذا المطاعم فيهم طباخين وطباخات يحسننا ويعرفنا يعني الطبيخ، هذه الأشياء المغربية، هذه كل النبات يجتهدنا في كل ما هو نبات، الخضار والفواكه، ما عدا هذه الأشياء هذه فيجب أن لا تكون الوجبة تحتوي على بروتينات قوية مثل اللحوم ومثل وهذه النصائح. نحن اعتدنا أن تأتينا نصائح من وراء البحر، ولكن نصائحنا نحن لا تذهب إلى وراء البحر، هكذا، لا أدري لماذا، ولكن هكذا، لأننا العالم يرانا كأننا بلدان متخلفة، أن ليس لنا من ينصح وليس لدينا أشياء. فلقد بدأنا هذه الأشياء ويجب أن نتكلم عن هذه الأشياء، وأوطاننا أولى بهذه النصائح. فولو حتى هذه النصائح يجب أن يأخذ بها حتى الدول الغربية، الدول الأمريكية والأوروبية تأخذ بهذه النصائح، يجب أن يسحبوا اللحوم والأجبان والقطاني أو البقوليات من وجبات وسط النهار بالنسبة للتلاميذ وحتى الطلبة الجامعيين، وهم الطاقم الطبي يعلم جيدا أن اللحوم يعني تستوجب طاقة قوية للهضم، وأن لا يمكن للشخص أن يستهلك كمية من اللحم ثم يركز في المساء. يعني لما كنت في المدرسة الإعدادية علينا حتى الابتدائية، لما كنا نأكل في المدرسة الإعدادية كانوا يعطونا أشياء جميلة وبسيطة،
وأن أقصى ما كنا نأكل نحن شيء من القطاني، عدس أو أشياء هكذا، مرة في الأسبوع. والأيام الأخرى كنا نأكل فيها أشياء بسيطة، خضار، فواكه، كخبز، أشياء هكذا، كنا نأكل حتى في المطعم المدرسي. وحتى في الداخليات كان هذه الأشياء هذه كانت تنظم جيد، وكان تنظم على حسب المواد التي تدرس في المساء. يعني الرياضيات لم تكن تدرس في المساء، الرياضة لم تكن، حصص الرياضة ليست في المساء، الرياضة كانت مع الصباح أو بعد الرابعة في المساء، يعني من الخمسة للربعة الخمسة ومن الخمسة للستة، الخامسة للسادسة. لم تكن هناك رياضة مباشرة بعد يعني مع الساعة الثانية والثالثة، ولم تكن الرياضيات تدرس مع الساعة الثانية، لأنها تتطلب تركيز كبير، ويكون الطفل واكل اللحم، أكل اللحم ولا حاجة هكذا. كانت الرياضيات تدرس مع الصباح، المواد القوية يعني فيزياء والكيمياء والرياضيات وهذيك الشيء كانت تدرس في الحصص الصباحية. الحصص المسائية كانت تكون فيها دروس تطبيقية، أو تكون فيها بعض الدروس يعني الأدبية، التاريخ والجغرافية مثل الفرنسية مثل العربية الإنجليزية إلى آخره، كانت تدرس في المساء. هكذا كان يعني هذه في مدينة السطات، هذه في ثانوية العباد وثانوية الرازي، هكذا كنا يعني التعليم هكذا كان ينظم. ودائما عندنا ساعة فارغة مرة مرة هكذا باش التلميذ يعني يستريح، مرة من الثانية الثالثة فارغة، مرة من الثامنة التاسعة فارغة، يكون هناك تنظيم باش هذا التلميذ أو هذا الطفل يعني هذا الطالب لا يحس يعني بعبء هذا التعليم. الآن يعني 6 و7 ساعات قوية جدا وكثيرة على يعني الصغار اللي الآن في هذا القرن، لأن علي الذين كانوا يدرسون في الستينيات والسبعينيات ليس هم الأطفال الذين يدرسون الآن. وأظن أن الطفل 7 ساعات كثيرة جدا على الأطفال من الأعمار حتى الثانية عشر، حتى أعمار الثانية عشر أظن أن 6 7 ساعات يعني في التدريس قوية جدا وكثيرة. يعني يجب أن نلائم هذا التعليم لأعمار هذه، مش لأعمار إنما لقوة هذه الأطفال، لأن طبعا عموما قوة الإنسان منذ أن خلقه الله إلى الآن وهي في نقصان، طبعا هي في انحدار يعني شديد. فالمدارس يجب أن تعطي كما تعطي أهمية، أنا أعلم بأن جل المدارس الحرة هي عاطية أهمية لطاقم التدريس وللمقرر ولي يعني ساعة التدريس وتنظيم التدريس إلى آخره، ولكن نفس الأهمية يجب أن تعطى للمطعم، لأنه مهم جدا، لأن المطعم هو الذي سيساعد يعني هذه المدرسة على التنظيم. وهناك أطفال يقع لهم تقيؤات، يقع لهم إسهالات، يقع لهم أشياء، لماذا؟ لمن يأكلون أشياء في منازلهم غير متجانسة مع الأشياء التي يأكلونها في المدرسة، وترمى المسؤولية هنا على المدرسة. يعني ربما يكون أكل شيء يعني في منزل، ولكن مع الأسف لما يكون تقيؤ أو يكون إسهال أو يكون حتى ارتفاع حرارة أو شيء هكذا أو عياء عند الطفل، فترمى اللوم على المدرسة، أو ربما يشكون بأنه أكل شيء في المدرسة أو وقع له شيء في المدرسة. على الأقل هذه المدارس إذا كان الطفل يأكل في المدرسة في مطعم المدرسة، يجب على المدارس أن تمنع هذه الوجبات مع العاشرة. يجب على الطفل أن لا يأكل أي شيء لا مع العاشرة ولا مع الرابعة. يتناول طعام الفطور الصباح ولا يأخذ أي شيء إن كان سيعود إلى المنزل. ثم يجب على الطاقم المدرسة، على مدير المدرسة أن يتدخل، وأن يوصي الأباء والأمهات بأن لا يأتي الأطفال بأي شيء. ممكن المدرسة توزع أشياء بسيطة على الأطفال، ممكن يعني تفاحة، برتقالة، تمرتين للطفل، ممكن المدرسة هي تقوم بهذا التنظيم. لأن المشكل هو كاين أطفال الآن مقتنعين الأباء ديالهم لا يأتون بحلويات وبسكويتات، لما يلتقون مع أطفال عندهم يعني محفظة مملوءة بالبسكويت وبالشوكولاتة، فيقع هناك شيء من التناقض، لأن هذا الطفل الذي لم يأتي بشيء سيحس بأن أباه أو أمه يعني لم تعتني به. وهناك يولي عندنا يعني عقدة، الطفل ستربى عنده ضعف. يجب أن يكون المدرسة عند نفس النظام لنفس التلاميذ، وهذه الأشياء هذه يجب أن يلتزم بها الأباء والأمهات، بأن هذه الأشياء التي يأتي بها الأطفال إلى المدرسة، إلا الذين يأتون بوجبة الغداء من منزل تبقى حتى الثانية عشرة والنصف أو الواحدة ثم يتناول وجبتها، هذه هنا جيد، ولكن أن يأتي ما نسميه بالفرنسية كولاسيون، اللي خربوا الطفل في هذه المجتمعات هو كلمة كولاسيون، اللي مازال بعض الدكاترة كينصحوا بالكولاسيون، وهذا خطأ وخطر. وهذه الأشياء التي إن شاء الله سنصححها وسنوظفها. يجب أن لا يأكل الطفل أي شيء، يدخل مع الثامنة والنصف أو التاسعة للمدرسة، يأخذ راحة يعني استراحة مع العاشرة أو العاشرة والربع، مع الثانية عشرة يغادر القسم ثم يستريح، يأخذ وجبة الغذاء، وجبة تكون كما قلت يعني نباتية، فيها خضر، فيها فواكه، فيها أشياء بسيطة حتى
قليل من العدس ولا شيء من السمك ليس مشكل، يعني مرتين في الأسبوع ولا مرة ولا حاجة يعني جيد، يعني مرة في الأسبوع هم لا يتغدون في المدرسة، يعني يوم الأربعاء إنهم يعودون إلى المنازل، يعني في وسط الأسبوع هذا شيء جيد، لأن على الأقل الطفل يستريح شوية ويتنفس. فيعني هذا الشيء مهم جدا، مهم جدا، لأن كثير من الأطفال يعني ظهرت عليهم بعض الأعراض من سبب هذا عدم تنظيم الوجبات في المنزل وفي المدرسة وبينهما، ومع أوقات التدريس، لأن عندنا ستريس، عند الطفل عنده يعني يحس بأنه في المدرسة لا يحس على أحسن ما يرام، ثم يأخذ أشياء ليست غذائية ولا مغذية، مرتين ليست غذائية وليست مغذية، هذه الأشياء التي يأخذها الطفل معه، إلا أن يأخذ معه تمر أو تفاحة أو برتقال أو شيء طبيعي، إنما بسكويتات شوكولاتات أو أشياء هكذه في المدرسة هي ليست مغذية وليست غذائية، ليس فيها شيء ينفع الجسم، هي ستكسر الشهية عند الطفل وستكسر حتى الرغبة في الأكل، يعني عند الطفل. والنساء يشتكين من هذه الأشياء، كيقول الطفل ليس له رغبة، وأن حتى يعني في السبت والأحد لما لا تكون دراسة يجب على الطفل أن يجلس في مائدة الغداء مع الأب والأم مع الأسرة، وليس يعني الناس يتغدوا والطفل يلعب أمامهم، لأنه لا يحب الأكل، يجلس في المائدة ولو لم يأكل. لماذا؟ لأن يعني التأثير ديال الجلوس في المائدة مع الوقت يعني سيؤثر في هذا الطفل، وسينضبط وسيأكل مع يعني الأبوين، إن شاء الله مع والديه، وسيتعلم هذه الأشياء. يعني إذا تركنا الطفل بدون وقت للأكل يلعب هكذا، ثم يأكل براحته مشاء ويأكل ما يريد، ثم يخرج يشتري أشياء، فهذه نحن نحذر من هذه الأشياء، لأن الأمراض عند الأطفال أصبحت الآن ليست حساسية، الحساسية أصبحت عادية، يعني الحساسية عند الأطفال أصبحت عادية عند الناس، يعني الآن البخاخ عند الطفل حتى في المدرسة الابتدائية أصبح عادي عند الأب والأم. حساسية، من أين أتت الحساسية؟ من السماء، من أين أتت؟ حساسية لا تأتي إلا من الأجهزة، ما تطلع إلا من الأشياء التي يأكلها هذا الطفل، وهي مسبب للحساسية 101%. هذه الأشياء تمام. الحساسية لا نتكلم عن التبول لا إرادي، لا نتكلم عنه، يمكن أطفال الآن في الإعدادي الآن عدم تبول لا إرادي. ثم إذا تكلمنا عن السرطان الدم الآن، اللانفوميا سرطان نوع ثاني، اللانفوميا والهوجكينيا نون هوجكينيا قليل، اثنين اللانفوميا الآن والمشاكل اللانفوميا الآن عند الأعمار يعني الإعدادي، يعني آخر المدرسة الابتدائية خصوص الإعدادي، الأعمار ديال الإعدادي والثانوي الآن عندهم لانفوميا عند البنات وعند الأطفال، يعني عند الذكور وعند الإناث الآن لانفوميا ترتفع في مدينة الدار البيضاء والرباط، يعني ليس في المغرب فقط، يعني ربما دول المغرب العربي تشكو من نفس الشيء، أن اللانفوميا بدأت ترتفع عند الأطفال، يعني نزول بلاكيت على الصفائح الدموية، يعني أطفال الآن مش يقولك تحليلات الدم، لا مابقيناش نتكلموا على الانيميا عند الطفل، الانيميا عند الطفل الان علي مش كل ما عنده شيء، من ليس له انيميا، كل الاطفال عندهم انيميا، عندهم عواز الحديد، يعني فقر دم، احنا نتكلم عن فقر دم، نتكلم عن فقر دم، نتكلم عن بعض الامراض الغريبه الان اصبحت عند الطفل، اما ارتفاع في الايوزينوفيل، هذه الكريات البيضاء هذه من نوع الايوزينوفيلات، اما ارتفاع ملفت للكريات البيضاء عموما، يعني من 9000 كاين اطفال عندهم 17000 و19000، هنا راه ماشي اللوكيميا، لا في طريق اللوكيميا، لا طلعت 35000 عنده لوكيميا، ثم ان نزول في الصفائح الدمويه، اشياء غريبه بدات تظهر في هذه التحليله هذه ديال لماذا الصفائح كل شيء يشتكي من نزول، يعني هبوط، يعني انخفاض الصفائح الدمويه، بقاش 140000 60000 70000 الصفائح الدمويه الان، تحاليل دمويه عند الاطفال الان حديث ولا حرج، الاطباء كلهم كيعرفوا هذه المشكله، لان الان انخفاض في الصفائح الدمويه عند الاطفال، ولا ارتفاع في الكريات البيضاء عند الأطفال، ولا انخفاض في الكريات البيضاء، يعني مناعة، يعني انخفاض، كاين أطفال عندهم 4000 3500 3000 4000 الآن اللي عند هاد الأطفال، يعني شيئا ما غريب الآن في تحليلات الدم، كان إما فقر الدم الذي نعهدوه الكريات الحمراء مع الهيماتوكريت مع المشاكل اللي غنشوفوا الفيريتين غادي اللي معروفة عند هذا، علي البلاكيتات تبقاو تقريبا 140000 مع الكريات البيضاء 7000 8000 9000 جيد، لكن الآن عندنا إما يعني وقع الآن خلل في هذا التحليل الدم، لا نحن مع الأنيميا الفقر الدم نيت الذي نعهده، ولا نحن مع سرطان الدم لا زال لم يظهر، ولا نحن مع المناعة انخفضت يعني هذه الكريات البيضاء أو الصفائح انخفضت، ولا ندري أي ما هذه الأشياء، تكلمت عنها في التسعينيات، في التسعينيات تكلمت عن هذه الأمراض التي لا يقدر الناس على تشخيصها، تكلمت عنها في التسعينيات، الآن كنا نربح 18 سنة من الوقت الآن، ولكن مع الأسف بقي الناس في الأخذ والرد، وبقي في الانتقادات وهذه الأشياء وهذا الحديث العقيم، حتى الآن أطفالنا الآن
يهلكون الآن. اللامفوميا لا يقدر أحد أن ينكر أن اللامفوميا بدأت ترتفع عليه، حتى السل بدأ يرجع لهذه الأشياء. نعم بدأت الأمراض تنبعد، كل الأمراض غدا ستعود، كل الأمراض ستعود، حتى الملاريا حتى التيفويد حمى التيفويد ستعود. لماذا؟ لأن مع انخفاض المناعة ومع الجراثيم البيئية إبيكويتاخ إبيكويتوس إن إنجليش، مع هذه الجراثيم التي توجد في الطبيعة طبعا ستعود. لماذا لا ستعود؟ حتى الجدري سيعود، حتى يعني هذا الجمرة الخبيثة عند الأبقار ستعود، هذه الصعر مرض الكلب الآن يعني حدث ولا حرج موجود بشكل غريب يعني في هذه الدول، هذه اللي ما زال عندها هذه الكلاب الضالة، عندنا المشكل ديال الصعر، هذه مرض الكلب عندنا مشكل معه كبير جدا. الطفيليات يعني هذه خلاص يعني حدث يعني على هذا من جياردية حتى الأسميتو يعني عندنا هذه مع ظهور بكتيريا المعدة الإليكوبكتيريا بيلوري. فطبعا كما قلت هذه الأمراض لا تسقط من السماء، هذه الأمراض من لا زال يقول لا نعرف السبب أنه يجب أن يمشي يكمل التعليم دياله، يجب أن يعيد التعليم دياله، لا نعرف السبب. لماذا لا تعرف السبب؟ لماذا لم تكن هذه الأمراض؟ أنت تعرف السبب لكنك علي يريدونك أن تجهل هذا السبب وأن لا تذكر هذا السبب، معروف لجميع الأمراض. ولذلك في البرنامج إن شاء الله الذي جديد الذي سنتكلم فيه عن حقيقة الأمراض، لن نتكلم عن العلاج ولن نتكلم عن العلاجات، سنتكلم عن حقيقة الأمراض. أولا يعرف يجب الشخص أن يعرف من أين أتاه المرض كي يبدأ العلاج، نوضح للناس شو المنطقة. نحن سنعرف بالمرض ما هي الأسباب التي أوصلت الشخص لهذا المرض ليسهل عليه العلاج. إذا كان الشخص عادي يعمل كيميوثيرابيا كيميوثيرابيا على الأقل ما هي الشروط التي يجب أن يعمل فيها الكيميوثيرابيا، وليس كيميوثيرابيا عشوائية هكذا نبقى على نظام غذائي الذي وصلني للمرض ثم أعمل كيميوثيرابيا. يجب أن نعلم الناس كيف يتعاملون مع العلاجات، وإلا لن تكون هناك نتيجة. هذه وعلي وهذا يعني هذا الكلام الآن يفهمونه الناس جيدا، لمن روم الكيميوثيرابيا ورجع السرطان، ولمن روم الكيميوثيرابيا ثم وصلوا إلى نفس الطريق ولم يكن هناك علاج. فهذه الأشياء نوضح للناس، وسنوضح للناس هذه الأشياء، هذه سنوضحها للناس إن شاء الله، ولن نتخلى عن هذه لأن هذا مرض وهذا عمل إنساني وعمل تطوعي إن شاء الله. وسنساعد الناس في هذا البلد وفي غير هذا البلد، يعني البشرية جمعاء، نحن لا نفرق بين الناس يكونوا من كان. فهذه المطاعم المدرسية يجب إعادة النظر في تنظيمها، ونحن لا نلزم لا المدرسة الحكومية ولا الأمهات ولا إدارات المدارس الحرة، لا نلزم أحد، نحن نتكلم عن شيء إصلاحي ممكن أن يعطينا نتيجة في بلادنا، وممكن نحن هاد الأطفال أولادنا علينا، نحن لا نغض النظر على هذه الأشياء. فلا نكلف حتى المدرسة يعني بمصاريف باهظة ولا زائدة، إعادة تنظيم ربما تنقص، ربما يوفرون نقود علي، ونحن معهم إذا أرادوا نصائح أو إدارة أشياء هذه إلى آخر إن شاء الله. فكثرة الرسائل تجعلنا مع الأسف لا نلبي يعني بكل الطلبات، الله غالب، ولكن إن شاء الله كلما أتيحت لنا الفرصة نحن ننفع الناس إن شاء الله تعالى، وسنبقى طول السنة الدراسية نعطي نصائح لهذا الأطفال وللمدارس وللأباء وللأمهات كذلك، حتى في حالة المرض كيف يتعاملوا مع الطفل، لأن الطفل لما الموسم الدراسي إذا تغيب حصتين ثلاثة في الرياضيات هذا الطفل ضاع، سيضيع. إذا تغيب حصتين ثلاثة في الرياضيات في الإعدادي ضاع، الطفل ضاع، يعني لا يمكن يعني أن يعود للمسار. يعني إذا كان الطفل عنده أنيميا لا يكون عنده تحصيل جيد، إذا كان عنده نقص في الحديد أو نقص في الكالسيوم أو المغنيسيوم أو نقص حتى في الزنك، نقص في اليود هذه الايودين، ونقص في بعض الفيتامينات، هذا التلميذ لا يحصل جيدا، ولا نحمله ما لا يطيق. بعض الاباء تيبقاو يوبخوا الطفل ويبقاو انظر تحليلات الدم للطفل، انظر لصحه الطفل كيف هي، واش عنده حساسيه، واش عنده مشكل هذا، واش كاين. بعض الاطفال يخافون من بعض الاشخاص في المدرسه ولا يقدرون على إخبار آبائهم، وهذا الطفل ينكمش وينطوي ثم يبقى في هذا الخوف ويتربى ويكبر معه، ثم هذا الطفل لا يحصل ليكون عنده نتيجة حسنة 19 و18 ثم يسقط إلى 4 و5 و6، والآباء لا ولا حتى طاقم تدريس لا يدري ما وقع. فهذه الأشياء يجب إن شاء الله أن تراقب. ربما نخصص كذلك لايف يعني لقاء مباشر حول التعاطي لبعض
المخدرات ولا بعض الأشياء هذه بالنسبة للتلاميذ، نعلم الآباء والأمهات يعني كيف يتعاملوا مع الأطفال وكي ينتبهوا وكي لا يتهوروا مع الطفل، تقول لك أنا ولدي مربي وجيد وكذا إلى آخره، حذاري حذاري، لأن الأطفال مختلطين، ولكانوا أطفال لكانوا اثنين وثلاثة في المدرسة كلها سيتبعهم كل الأطفال، يكونوا متيقنين يعني الناس يكونوا منتبهين ويكونوا يعني حذرين جدا ويكونوا ينتبهوا ويكونوا ردوا بالهم لهذا الأطفال هذو، ويعني ويجب أن لا يتهوروا يعني لأنه هو والأم جيدين وأن الطفل يعيش في جو جيد، وأن هذا ليس الأمر هكذا، لأن الطفل يعيش في الشارع ويعيش في المدرسة ويلتقي بأطفال آخرين، يجب أن الناس، لأن من هنا يبنى المجتمع، من هنا يبنى المجتمع، من أعمار الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة المدرسة الإعدادية هي كل شيء. إذا فسدت المدرسة الابتدائية فسد التعليم. المدرسة الابتدائية هي بناء الرجال وبناء الشخصيات وبناء يعني هذا الطفل بناء صحيحا، وهذه الأشياء هذه يجب أن ننتبه، فهذا بلدنا وهذه أطفالنا إن شاء الله، ونحن نتحمل معهم المسؤولية في كل شيء، ونريد هذا الأطفال إن شاء الله أن يكونوا صالحين في هذا البلد، كما نحن عشنا مع ناس صالحين، مع معلمين صالحين، ومع جيران صالحين، ومع ناس يعني صالحين، فيجب أن يبقى هذا الخير يعني في هذا البلد. فلنختم إن شاء الله، الآباء والأمهات يجب أن لا يكونوا مندفعين، وأن لا يضجروا ولا يقلقوا، لأن الطفل لم يأكل، لن يموت من الجوع إلا أن يموت مما تشترون له، لا تخشوا يعني على هذه الأطفال. ثم الناس كلهم بدأوا يخدموا فلسفة الطب مع الطفل، كالسيوم، حديد، فيتامينات، تركوا الطفل لحاله، فهناك أطفال في البوادي كانوا يأكلون الخبز وليس لهم نقص في الكالسيوم ولا في الحديد، أطفال كانوا يأكلون الخبز إذا وجدوه، منهم هذا الطفل اللي أمامكم، كنا نأكل الخبز إذا وجدناه، ومع ذلك كنا نحصل كان كل شيء إلى آخره. فلا تقلقوا على هذا الأطفال، لا تقلقوا عليهم، لأن الأزمة النفسية الآن هي اللي عندنا مشكل، وليس الأزمة التغذية، ليس لدينا أزمة تغذية، لدينا أزمة نفسية، أن نفسية الطفل وأن نفسية الأباء والأمهات، نفسية الطاقم الدراسي، نفسية المعلمات، نفسية الأشخاص الآن هي اللي خلت هذا المسألة. أما عندنا الحمد لله ما يؤكل، وعندنا خضر، وعندنا فواكه، وعندنا أشياء طبيعية، وعندنا نساء لازلنا يطبخنا، المغرب مازال بخير إن شاء الله، ما عندنا نساء يطبخنا، مازال عندنا مطبخ في المنزل، هذه قوتنا في المجتمع. وتحية طيبة لكل النساء التي يطبخن لأطفالهن، تحية إجلال إن شاء الله. ونختم يعني هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.